صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ثلاثة لسنة 2024 بتعيين وكيل مساعد في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد نايف خليفة إبراهيم الذوادي وكيلا مساعدا لشؤون المحاكم والتنفيذ في وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف